السلام عليكم الإخوان، معكم مراد معريف. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحياتي للجميع. هو الطائر الحسون مالي اون جينيرال، سواء في المغرب سواء الإخوان خارج المغرب، خاصة في الجزائر. تحياتي واحتراماتي لإخواننا هو الطور في الجزائر. هاد الحصة ولا هاد الحوار ولا هاد الدردشة، ممكن نعتبرهم دردشات لا غير. وضعت له واحد العنوان اللي هو عبارة عن سؤال اللي هو مشروع لأي واحد مبتدئ ولا كيتطلع أنه واحد النهار يقولوا عليه هذاك مولوع حقيقي، مولوع بالحسون أو بالمقنين حقيقي. والعنوان سؤال اللي كل واحد كي وضعوا في الدين ديالو، ولكن ربما طريقه باش توصل لهذاك الهدف انه كما قلت كيبقى هدف مشروع ماشي مشكل. فكيف انسان يتصف بانه مولوع حقيقي، لانه واحد لو تيتر ولا واحد ليتيكيت اللي ثقيله بزاف، خاصه في هذا الميدان اللي فيه واحد الكم هائل من المعلومات، سواء المعلومات اللي هي صحيحة أو غير صحيحة أو مشبوهة أو خرافات. فالميدان صعيب جدا. لهذا الإخوان، الجمالية في كتجلد في هذا السؤال هو أنه الإنسان أولا، وهذه كنصيحة للشباب، الشباب المستقبل، إخوان الشباب اللي دخلوا لهذا الميدان اللي كنحييهم بزاف، كنحيي فيهم هذا الحماس وهذا الشغف ديال الهواية، وكنتوجه لهم خاصة في هاد الحلقة هذه. واحد الشغف واحد الحماس اللي للأسف ربما هاد الشباب طاحوا في واحد البؤر اللي ما خلاتهمش انهم يفجروا ديك المقدورات ديالهم، ولا ما كيتستغلوش بطريقة كما نقولوا اوبتيمال. يعني عندنا شباب ولكن ما كيتستغلش بطريقة اللي هي فعالة للمستقبل. فربما هناك وافدين جدد عن الهواية الذي يحز في النفس أننا نطبعهم بعض المسائل اللي هي اللي كتكون عارض أو عائق للتطور ديالهم في الهواية. وبالتالي فهذا ميساج، رسالة واضحة للشباب، شباب الهواية اللي كنحترمهم. وكان علاش؟ لان انا عبد ربي جيت في واحد الجيل وسط، يعني الجيل ما بعد الجيل القديم ووسط ما بين الجيل القديم والجيل الجديد. لهذا كنشوفوا ورانا وكنشوفوا قدامنا، كنشوفوا ما وراءنا، يعني الجيل اللي قبل منا اللي كنحييهم الله يطول في عمرهم، الله يرحم اللي مات، اللي تعلمنا منهم واحد ماكسيموم ديال المعلومات اللي الان كنستافدوا منها، كنرونطابيليزيو هذوك المعلومات. وكنشوفوا لهذا الجيل، كنشوفوا الشباب اللي جاي، ربما كنظن بان الجيل ديالنا غيكون احسن جيل للنصيحه. هذا المجال الاخوان باش تكون مولوع، اولا غادي نلخص الهوايه ديالنا في واحد 4 ولا 5 النقاط اللي مهمه بزاف قبل ما نهضروا في التراكب وهذا التركيبه هذه الاغروده مزيانه ما مزياناش، هذا الكوديكو، هذاك الشيء، المسائل هذيك كتبقى واحد الجزء من الاولى. ولكن الا ما كانش عندنا لو كادر جينيرال، واحد لو بروفيل ديال المولوع اللي غادي تزرع فيه، ما يمكنش انك تنتظر النتيجه. وهذا هو دواء صراحه ديال المنهجيه ديالي. انا دائما ربما ما كنتجاوبش بزاف في الاسئله، لانه كيبان لي بانه خاص اولا تبني في المولوع، يجب البناء في المولوع. المعلومات موجودة بكثرة على 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 النت، على يوتيوب، على الانترنت، جميع المواقع، هناك تغاريد، هناك سيديات، هناك بتباتات، هناك جميع ما الشرائط الذهبية، الشرائط البرونزية، أي حاجة تلقى، وهذا جميل جدا. ولكن الاستثمار يجب أن يكون استثمار داخلي نفسي ديال الموضوع. أولا الإخوان، اللي مهم في هذه الهوايه هو الاختصاص. انت كمولوع شوف الهدف ديالك من الهوايه. الهوايه عندها شي 4 جوانب، هناك جانب تراثي فني،
جانب تراثي فني اللي ربما الجيل ديالنا به كان هو الهدف ديالو. كان عندنا هاجس اننا ندخلوا لهذه الهوايه للتعرف على التغريد ديال الحسون، وكان كنحبوها الطائر. اذا الى جانب الجانب التراثي والفني كاين واحد الجانب اخر، هو الجانب ديال الجانب العلمي. وهنا نعم رساله ثانيه للشباب، لا تهملوا الجانب العلمي. ففي الممارسه ديالكم ديال الهوايه هاد الجيل هذا، حاولوا دائما تقرنون الجانب، ولا تكون واحد المقاربه ما بين الجانب ديال الممارسه هذه اللي كنديروا حنا كهواة قدامى، وما بين ما هو جانب علمي. لاننا الماده الخام ديال الهوايه ديالنا كيبقى هو طائر الحسون. طائر الحسون كائن حي، وفي المستقبل كل شيء كيتلعب على العلم. هناك دراسات على الصوت، دراسات على الطريقه ديال الترقيم ديال الطيور، دراسات عالميه اللي ممكن اننا نستافدوا منها بعد هاد السنين اللي دوزناها في التجربه. غنكونوا حنا بحال قلنا داك البانيل، ولا داك النموذج ديال اللي يمكن لينا اننا ننزلوا المسائل العلميه. اتونسيون كنقول المسائل العلميه في التغريد، ننزلوها لارض الواقع من خلال التجربه ديالنا والممارسه ديالنا اليوميه مع الطيور. فواحد العالم مثلا في امريكا اللي كيبحث في تغريد الطيور، ولا في لو سيستيم نورولوجيك في الخلايا يعني العصبيه ديال الطيور، فغادي يبغي واحد الشريحه ديال الناس اللي دائما 24 ساعه 24 ساعه مع الطيور. فكنشكلوا حنا واحد الشريحه اللي مهمه، حيت عندنا واحد الرصيد ديال التجربه في هذا الميدان، لاي عالم يبغي يتصنت لينا ويسمع لينا باش يدير هو يدير مقاربه مع ما وصل اليه من العلوم. لهذا في الجانب العلمي مزيان. وحاجه اخرى، فمثلا الجيل ديالنا كنقولوا هذا الجيل اللي كاين في الوسط، فاحنا محتاجين للشباب دابا، حيت خاصنا واحد المنافسه، واحد المنافسه بطبيعه الحال كتبقى منافسه شريفه، واحد المنافسه اللي غادي يجينا واحد الجيل اللي خدا من عندنا ما هو تجريبي، ما هو فني تراثي تغريد كوبيه هذه، ولكن يضفي عليه بعض المفاهيم العلميه اللي حنا كجيل ديالنا يمكن لينا نسيروا معكم. لان لاحظت انا الجيل الحالي ربما كاين واحد لاستاغناسي، واحد الركود، ركود. الكوديغو حنا عرفناه، التغاريد حنا كنعرفوها، الترقين كنعرفو كيفاش نتعاملوا مع الطيور ديالنا. يعني وصلنا لواحد لاستاغناسي، يعني ما كاينش واحد التطور، دائما اسطوان، دائما نفس الاسطوانه. بنادم كيقرا الكوديغو يعني قانون التغريد كيسالي كيعاودو من الاول، هذا يعني كاين واحد لاستاغناسي. والانسان الا كان طموح، وهنا غادي نرجعوا للهدف اللي داخل فيه الهوايه، الا كان انسان طموح دائما يطمح الى حاجه اللي تطور المعارف ديالو. فهذه نصيحه للشباب. اذا الجانب العلمي الى جانب الجانب الفني والتراثي، وهناك جانب اخر اللي مهم حتى هو، كاين الموضوع ديالو في الهوايه، اللي هو الجانب الرياضي او الجانب التنافسي لكونكور المباريات او وللاشاره. فخلال العشر السنين الاخيره تقريبا واحد 80% ديال الهواة الشباب ولا الهواة الجدد، انا حق الشباب ما فيهش السن في الولاعة، فممكن تكون عندك 40 عام ودخلتي للهواية كتسمى بالنسبة لنا مولوع شاب، شاب في الهواية في الولاعة، ماشي في العمر ديالو، يعني راكم فهمتوا القصد ديالي. ف 80% من الناس اللي دخلوا جداد للهواية في هاد 10 سنين الاخيرة كلهم دخلوا بسبب المباريات. علاش؟ لانهم ربما مشاو حضروا واحد المباراه ولا سمعوا على مباراه، مشاو شافوا احتفاليه وهذا، وجميل جدا الانسان يكون عنده طائر ويشارك به في مباراه، ويكون عنده طائر في مستوى كتعطاه الجائزه، كيرجع للمحل ديالو بجائزه وشهاده، كتكون واحد الاحتفاليه اسريه، فهو جميل جدا، كيكون واحد ديسبري دو فيت في هذه الهوايه. هذا جانب ديال المباريات. اذا قلنا ثلاثه ديال الجوانب، ما غاديش نهضر على الجانب الرابع اللي كنعتبره الجانب المظلم ديال الهوايه بلا ما ندخلوا فيه، لان كاين واحد الفئه اللي حتى هي محسوبه علينا حنا كهواة الطيور، يعني حتى هي محسوبه معنا كملوع كمحب للحسون، ولكن كنعتبروهم حنايا الجانب المظلم. الله يهديهم، الله يهدينا كاملين، ما شغلناش فيهم، الله يهديهم، الله يهديهم. اذا باش تكون مولوع حقيقي، اولا تحدد المسار ديالك،
علاش بداخل انت الهوايه تعرفها انت اولا، انت تعرف علاش دخلتي، لان ملي كترجع النهار الاول وتعرف علاش دخلتي كتكون واحد المراجعه ديال النفس. دخلتي للتوراه والفن وهذا، فالاختصاص ديالك والابداع ديالك خصو يصب في هذاك المجال، حيت حنا عندنا واحد لا كاباسيتي، واحد المقدوره اننا ديال الابداع، لو كان فوكاليزيو يعني نكونسونطريو على واحد النفس، واحد النوعيه من 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 المجال، سوف يكون الابداع، وغادي يكون الاجتهاد، وغتكون النتيجه. يعني الانسان ما يديرش هادي وهادي وهادي وهادي، لا، يعني في التغريد نختص في التغريد، وكاين اختصاصات سفلى. عندك الهاجس ديال المباريات، نعرف راسي انني كنتسمى ان كومبيتيتور عادي، حتى في الفنون الحربيه كاين لي ديمونستراسيون ديال الكاتا، وكاين ديال الكومبيتيسيون، دوزنا هاد الرياضه هادي. كاين الناس اللي مختصين في الكومبيتيسيون، وكاين الناس فنيين اللي كيديروا حركات جميله في هذا لا سوبليس وهذا، هكاك الهوايه. الا كنتي انت عندكم الدم ديال الكومبيتيتور، بانك انت بغيتي الطير تحفظو وتحفظو وتحطو في كونكور وتربح وترجع تحط الكوب في الدار ديالك، وعاوتاني تمشي كونكور تربح وتجيب الكوبا للدار ديالك، هادي عادي. انا ما كنقصوش من هاد الفئه هادي، بالعكس هادي كدير لينا واحد الرواج، واحد بين قوسين في اطار احترام ديال طائر الحصان كطائر بري يجب احترام ديالو في الطبيعه، بهذا ليس تشجيع على المباريات. فالاخوان كاع كتعرفوا الموقف ديالي من هاد المساله ديال الحسون، بالدليل انه يعني شخصيا يعني هذه سنتين ما قمت بتلقين اي حسون، يعني كمبدا انا تعاملت مع الحسون بهذه الطريقه، وعدتها لا مراد معرف هاد العامين هذه ما غاديش يقرب ليك. اذا هذا ليس تشجيعا على لا، بل هو انا كنهضروا على الجوانب ديال الهوايه، الجانب الفني التراثي، الجانب العلمي المهم اخوان الشباب، والجانب الرياضي. ملي كنحددوا الاختصاص اللي بغينا نشقوا فيه الطريق ديالنا، عاد كنوضعوا كما نقولوا خطه العمل، عاد نعرفوا كيفاش نمشيو في ميدان التغريد، في البحث، في قوانين التحكيم، في ورودات تفصيل اي حاجه عندها علاقه بالتغريد، انواع التغريد، النمط ديال التغريد الاسباني ولا المغربي، الشرائط، نوع الشرائط، بزاف ديال المفاهيم، كتولي انت متشبع بهذاك المنهجيه ديال البحث. ملي كتمشي للجانب العلمي مسائل اخرى، انك تتجه في الهوايه ديالك، انت تمارس تلقن، ولكن دائما عندك واحد الهاجس ديال المقاربه العلميه، يعني ما هي الطريقه كيفاش الطائر كيف يسمع الاصوات، ما هي المسافه المثلى اللي في الطبيعه كيحفظ بها الطائر، ما هي المسافه، يعني بزاف الاسئله راه غادي نطرقوا فيها حلقات اخرى. هناك المجال الثالث ديال المباريات، انك عندك هاجس المباريات، ما شغليش انا كنصيب شريط نقولوا ديال الحرب، الشريط ديال الكومبيتيسيون كنحفظ به، كيخرجوا لي الطير، كنشارك كنربح كنجيب الدار. اذا هادو اختصاصات خصك تحددهم لنفسك، تعرف راسك شنو بغيتي اول. هاد المسائل كلها خصنا نلبسوها بواحد اللباس اللي هو جينيرال، اللي هو الصبر. الا ما كان الصبر غادي موازي مع هاد المجالات فما كاين والو، فما يمكنش كما نقولوا اليوم ولا غدا ولا شهر ولا عام ولا عامين ولا سنين انك تلقى نتيجه. انت كتخدم كدير اللي عليك وصبر، فماشي شي كوكوط مينوت غادي تلوح فيها المقادير وتخرج لك، خاص شويه الصبر. عندكم امثله كثيره ناس اللي دوزوا مثلا سنين وسنين في الهوايه وما وصلوش لداكشي اللي بغاو، ما عمرهم كسبوا طاير، ما عمرهم عجبهم طاير، ربما هما حاطين البراق كبيره بزاف انه الطاير اللي كيتمناه ما كيروقش ليه، ولا ربما غلط في نفسه وكيقول انا بانه الطير خصو يكون فيه هادشي وهادشي وهادشي، وكيخدم 16 20 عام ما كيرويش، ربما يكون خاطئ في المنهجيه ديالو، في الاعتقادات ديالو على الطيور وعلى التغريد ديال الحسون. كاين بزاف ديال المسائل. من بعد الصبر يعني تحديد المجال ديال التخصص ديالك وغتكون صبور، كاين هناك الممارسه، يجب ان تمارس الممارسه، خصها تكون مستمره في الحياه ديالك. الممارسه هي التي تؤدي الى التجربه، والتجربه هي التي تؤدي الى لوتو فورماسيون، يعني داك التكوين الذاتي ديالك في الهوايه اللي غينفعك بواحد 70%
في الهوايه ديالك. كل ما قوه الملاحظه كتعطيك واحد الامكانيه انك تكون عندك يعني انت عندك دي تجربه خاصه ليك اللي كتنفعك انت في المجال في المحل ديالك. نهضروا على لونفيرونمون اللي كتحفظ فيه، على المكان اللي كتحفظ فيه، حتى هو عنده واحد الجانب مهم. من بعد هاد العمليه ديال الممارسه كاين عمليه ديال تخزين المعلومه. المولوغ خصو يكون عنده الهاجس لتخزين المعلومه، اي معلومه في الهوايه في المجال التخصصي في التغريد مثلا، حصلتي واحد المعلومه كنستوكيها سواء في الذهن ديالي سواء في الحاسوب ديالي سواء في الهاتف ديالي. اي حوار على الهوايه سمعتيه كندير لي ملخص صغير ونكتبو ونحطو في الحاسوب ديالي. ولا دخلتي شي منتدى وشتي واحد الحوار مثلا اسباني ما بين واحد على واحد الاغروده، كتاخذ المعلومات وتستوكيها. التخزين، شوف المولوع يمر بجميع المراحل اللي كيمر منها المقني. المقني يخزن الكلام، كيدوز واحد المرحله ديال المراجعه وكيدوز المرحله ديال تثبيت الكلام. كذلك المولوع كيخزن المعلومات في الحياه ديالو الولائيه. ربما تقدر التخزين يكون طول العمر ديالك كامل، وهذا هو اللي جميل جدا. الانسان دائما يتعلم، دائما كياخذ. ملي تخزن المعلومه كتبدا تمارس فيها، كتبدا تجربها، ومني كتجربها وكتلقى بان صالحه لواحد الحاله معينه ليك انت ولا لواحد الاخ واحد اخر، تقع مرحله التثبيت. ملي كتثبت المعلومه انت كمولوع، فالمرحله الاخيره ديال المقنين اللي كتعرفوها كاملين هي الصوله. ديك الساعه صول مع راسك وقول اللي بغيتي راه جات معاك. اذا هادو هما المراحل اللي بغيت ناكد عليهم الاخوان. الطبيعه ديالي دائما شويه كنبرزط بنادم بكلمات منهجيه، ولكن مهمه بزاف. انا هذا هو كدير، يمكنش لي ندخل واحد الميدان بلا منهجيه، بلا ان شيما ديريكتور كما نقول، واحد لو بلون ديال الخدمه. يمكنش نجي نهضر معاك انا دابا في بليبلي وانا عارف بانك انت يا مضيخ. يمكنش لي نجي نهضر معاك في طابليطيوس وانت يا ما عارفش اش كدير. حنا في حاجه الى واحد النوعيه ديال الموالي. خصنا الكيف ماشي الكم، خصنا واحد النوعيه اللي تكون مشبعه بالمراحل ديال الهوايه. وكل واحد فحال المقنين في العش، ملي كتجمهم توكلهم كاع كيهزوا فمهم كيغوتوا. المقنين كتعطي كل واحد على القدر ديالو، كل واحد كتعطي على 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 هي كتعرف واش هذا عطيتو اكثر ولا هذا ولا من هذا، وهذا صغير وهذا كبير. هذا كذلك الهوايه. فكاين الناس كيبقى ياخذ في الاخر كدوز واحد 3 سنين 4 سنين كيعاود يطرح عليك نفس السؤال، كتفاجئ كتقول كيفاش هذا 15 سنين وهو معك في الهوايه وديجا تكلمتي معاه في هذا الموضوع، وكيجي يعاود يسولك واحد السؤال ديال يلا واحد دخل الهوايه. بمعنى انه في الاول ما استثمرش في راسه، انه في الاول دايخ ما عارفش، ما عندوش ان بلون ان شيما ديالو. وهذا مهم الاخوان، هذه من باب الامانه. انا ما نقدرش نتكلم معكم في الاولى عين الا ما تثبتش معكم هذه المسائل هذه اللي دزت منها انا صراحه. تخزين المعلومه مهم جدا. على سبيل المثال، فهادي البارح كنت كنبقشش في هذا الشيء ديال الهوايه ديالي الماتيريال، وجبت بعض المسائل وبعض الاشرطه وهذا. وعلى سبيل المثال نعطيكم ان اكزومبل مثلا، وكنذكر واحد السيد الله يجازيه بخير كنشكرو بزاف، اللي ما عطيناش حقه في الهوايه، وقليل اللي كيعرفوا غير الناس ديال كازا. الناس ديال كازا كيعرفوا بزاف، كان عندنا حنا علاقه مع بزاف الناس ديال المعارف. هو السي شاكيب بن نونة. هذا واحد الانسان اللي في البدايه ديال الالفينيات ما كان لا يوتيوب لا انترنت لا يديك لا يخليك، ما كانش الاشرطه. كان ديك الساعه الكلام كما نقولوا كان معزز. كان هو اش كيدير؟ كيبيع الكاسيت ديال الطيور. ديك الساعه انا يلاه بديت يعني يلاه كنخدم يلاه في العمل ديالي، وهذا ما كانش بامكاني انني نخرج الطبيعه بزاف. وفي اطار تخزين ديال المعلومه في التخصص ديالي، تنبهت انني خصني نكون على اطلاع بالريبيرتوار ديال جميع الطيور التي ترافق الحسون في الطبيعه.
منين غنجيب داكشي؟ ما كاينش الانترنت، ما كاينش لي فيشي سونور، يعني اي حاجه صوتيه ديال الطيور قليله بزاف، ما كانش. كان الوحيد هو هاد السي شاكيب بنونه اللي كنحييه من هاد الموقع هذا، كنشكرو بزاف لان ما عطيناش حقه وما فهمناش ان السيد بهاد العباره كان سابق وقته. الى دابا عاد فهمت انا العقليه ديال هذاك السيد في 2000، انه حنا في واحد الاطار غاديين حاضرين راسنا وغاديين في الولاعه، باغينا نحفظو كنقلبو على النقد فلان الفلاني، النقد ديال هذا جا من جبل الطار، هذا ولكن هو كان غادي واحد الطريق موازيه لينا، لعل وعسى اننا نعيقو. كنت كنمشي عندو، كنشري من عندو عفوا بحال هاد الاشرطه هادي، هذا شريط كاسيت ديجيتال ديال 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 الحداد. الكاسيطه هادي راه عندها الفيه، راه عندها دابا 20 عام، 22 عام تقريبا. هاد الكاسيطه هادي باقا جديده، باقا جديده ناضيه، كانت مغبره يلا مسحتها لان هادشي كاع مسحتو. كنت كنمشي نشري من عندو كاسيط الحداد، كاسيط ديال البوح، كاسيط الحسنيه، الوطواط، الكنار، المقنين، واحد المجموعه ديال الاشرطه كنت مشيت شريتها من عندو باش نتشبع بالكلام ديال هاد الطيور هادي، لان ماشي اي واحد من الاستطاعة يخرج الطبيعه يبقى تابع الفراخ. بقى تابع الفراخ راه ربما الله يحسن العواد، بقى بلا قرايه، تبقى بلا ما خدمه عفوا. اذا تخزين المعلومه مهم جدا، فاي حاجه يعني انسان تصادف معاه في الهوايه ديالو انه يسجلها. هذه هي الدردشه ولا الحاجه اللي دارت لي في دماغي اليوم، لان من خلال دائما انا الحوارات ديالي مع الاخوان في الخاص هما اللي كيعطيوني هاد الالهامات بين قوسين. نتمنى هاد الحصه تكون نالت الاعجاب الاخوان. حصص اخرى غادي تكون شويه اكثر يعني دقه في كل مرحله، حتى وخاصه غادي نطولوا بزاف في المرحله ديال التلقين، طرق التلقين والحالات ديال التلقين، واش بطائر حي ولا بكاسيت ولا بالسي دي، واش ولا التلقين بطائر حي وبالشريط، الحسون ما هو الطريقه ديالو. ولكن هذه كتبقى غير تخمينات وتجارب، يكذب عليكم الكاذب يقول لهم كاينه هناك وصفه سحريه للتلقين، لانه بزاف ديال لي بارامتر كيدخلوا في التلقين، بارامتر اللي ما كتكونش انت عارفهم باش تعطي واحد الوصفه، الانفيرونمون باش فين كتحفظ، بعض المعايير، المسافه ما بين الطيور، المسافه ما بين لوريجين ديال الصوت والطيور، واش الكاخون ولا الطريقه كيفاش كتحفظ. كاين اللي كيعتمدوا على الكاخون، هذوك عندهم الطريقه ديالهم، كاين اللي كيعتمد على الطائر مباشره، يعني ما مغطي ما مدفون ما والو. على اين هذه الامور كلها نطرقوا ان شاء الله، سمحوا لي الكلام في الولاعه كيحلى، انا كنسى راسي كنبغى نتكلم. الفيديو ربما ما كانش طويل بزاف، ربما 23 دقيقه. تحياتي واحتراماتي للاخوان جميعا. سي شاكيب بنونه من هنا كنحييوك اخويا بالنيابه على جميع هو الطيور، كنقول لك شكرا واسمح لينا اللي ما فهمناكش في هذيك الوقت على العمل اللي كنتي كتقوم به، الله يجعله في ميزان الحسنات ديالك. تبارك الله عليكم الاخوان، والسلام عليكم.